السلام عليكم ورحمة الله. اليوم هنتكلم عن الشأن الاجتماعي، عن الأسس الرئيسية، عن علاقة العلاقات الاجتماعية هي علاقة العلاقة الفردية بين الطرف والطرف الآخر. هذا تحتمل عدة احتمالات، أهم احتمال فيها كثير يقول لك هذا صديقي صاحبي رفيقي، بس ايش معنى انك تقول انه شخص صديق؟ وهل هي زي ما نقول رفيقك، زي ما نقول مثلا هذا رفيقي هذا صاحبي وهذا صديقي، ايش المقصد من الكلمه؟ فعشان يفهمها لازم نرجع ايش الموضوع ونشوف الصديق. يعني نفس الكلمة بتأخذ من كلمة الصدق، الصدق هي أساس العلاقة أن يكون شخص صديقك أنت أو هو. فالصداقة مبنية على أساس واحد اللي هو الصدق. هل يعني أنه ممكن تكون في علاقات خالية عن الصدق؟ في علاقات تكون من طرف، تكون من طرفين، وفي علاقات فيها توهم وفيها مثلا كذب، كويس؟ هذه ما تكون صداقة، تخرج عن الصداقة. فالقاعدة جدا بسيطة، صديق صدق. أول ما تكتشف الكذب تحولت علاقة، تمام؟ يعني ما صار الشخص هذا صديقك، وانت بدك تمارس هذا الشيء مع الاخرين، انت ما عندك اصدقاء. انت بدك ناس بتكذب عليك بس بتكذب. فالصديق يرجع لكلمة الصدق. تمام؟ طيب، في تعبير اخر فاعتبرنا أن الصديق الصدق، في رفيق وفي صاحب. الصديق لو صدق حتى لو كان عدو أو مخالف، طالما هو صديق ندخل في ذلك الصدق. عشان كده العدو الصادق أحسن من الصديق الكاذب، حتى لو كان يعني مقرب أو متقارب معك. طيب، فممكن أقدر أقول لك إنه الصداقة اللي مبنية على الصدق مع العدو أنقى وأجمل من الصداقة اللي تكون مبنية مع الصديق هو مخالف. ليش؟ لأنه الأولى فيها ألم الاختلاف وفيها تفاهم الاختلاف، ولكن في صداقة حقيقية مبنية على الصدق.
لأن الأسواق العادية يكون بين الاثنين متفاهمين في نفس البيئة في نفس المجال يتقارب ومبنية على السؤال. طيب إذا اختل الشعر هذا في الصديق فورا بعد صديق ويتم إصلاح العلاقة هذه بأنه يكون فيها اعتراف واعتذار. هي لازم اعتراف إصلاح العلاقة إذا صار فيها لازم يكون في اعتراف. لازم أظهر الله يعطيك العافية اليوم الله يتراحى عن كل التاريخ في هذا تستمر علاقة الصداقة. لكن إذا ما كان في اعتراف الصداقة تبدأ تنتهي. نجي للرفيق. الرفيق أنا رافقت فلان في السفر. إيش اللي يجمعني مع الشخص؟ إيش اللي يجمعك أنت مع الشخص؟ هو الطريق. تمام؟ فلان جامع الشخص هو رفيق إيش؟ الطريق. كويس مرافق لك صح؟ فالمرافق هو شخص الاهتمامات مختلفة الأهداف مختلفة لكن الطريق واحد. إيش اللي ممكن يعني بمجرد ما اختلف الطريق رفيق هذا الشخص رفيق كويس هو رفيق بالذات سواء كان في سفر لكن خلفيتك واسباب مختلفة وهدفه مختلف وبالتالي هذه علاقة مبنية على معلشية هي اللي يجمع الطريق فكان علاقة مبنية على الاحترام في احترام بينهم وبينهم تأسيس مع بعض مكان معين يجمعهم مكان معين إلى آخره كويس فالرفيق هذا ممكن حتى يكون نفس الشخص اللي هو زميل عمل زميل دراسة الرفيق ممكن ايش يجمعنا مع مش مطلقات ولا اهداف تم فقط. نيجي للصاحب. الصاحب كلنا عندنا اصدقاء واصحاب ورفقاء. رفقات تم فقط. الصاحب هو شخص يجمع مع المكان ايش هو المكان صاحب في العمل صاحب في المدرسه صاحب في الحي صاحب يجمع مع المكان بالتالي عشان يكون المكان لطيف تمام زي ما الرفيق مبني على الاحترام تمام وهنا مبني على التعاون مبني على التعاون كويس خلينا نقول مثلا المدرسة إذا كان في مدرسة
هو مدرس واحد اللي بيدرس مثلا 20 طالب، فنفرض انت واحد من الطلاب، اهدافكم واحده، انتوا جايين تاخذوا المدرسه، فده لازم تكونوا متعاونين في مساله الانضباط، لازم تكونوا متعاونين في مساله الحضور والانصراف، تكونوا متعاونين في مساله ما يكون في ازعاج، واحد منهم هو سبب غنشه او سبب مشكله المدرس يخرج عن جنب، فبالتالي لازم يكون في علاقه تكون تعاون كويس. هو الصاحب قريب من مساله الرفيق في الدرب واحد كويس، لكن في مرحلة ما المدرس يبدأ يشرح، مرحلة ما يعني يكون في شيء عام يجمع بينهم، تمام، يتحول على طول المدير صاحب، هنا الصاحب يجمع معاه مكان، الصديق يجمع معاه الصدق، الرفيق يجمع معاه الطيب، كويس؟ هل ممكن الصديق يكون صاحب؟ نعم، هي الصداقة مرتبة أعلى من الجميع، بالتالي الصديق ممكن يكون صاحب، ممكن يكون رفيق، تمام، لكن الرفيق، تمام، ممكن ممكن لا، ممكن يكون صديق، الرفيق ممكن ممكن يكون لا، يكون صاحب. فهي ممكن شخص يجمع فيه كل الصفات هذه حسب الدرب وحسب المكان وحسب المستقيم، تمام، انت اللي تقرر كويس. فهنا برضه ممكن سؤال يقول لك طيب يعني اي واحد لو صدق معاه صصبي، تمام، انا اقول انه هو الشرط في العلاقه انه يكون فيها صدق، هي أدنى المستوى إذا يكون فيها صدق، إذا ما فيها صدق لا تكرم صدق، سميها مصلحة، سميها نشوة، لا تكرم صدق، انتهى من الوسط، هي هنا صدق، صدق، أنت اللي عزز العلاقة في صدق كمان اللي هو الانبياء، عشان كده يجب يقول لك الصديق وقت الضيق كويس، وعكس الضيق هي الانبياء، كلام مريح تقدر تصدق، انت بتحس انه الانبياء بيصدق معك، بالتالي العلاقه بتزدهر، مبنيه على الصدق. مجرد ما يبدا يكذب عليك حتى لو ما قال لك انت من هذا وانت تحس، انت عارف؟ ف طالما الصدق مش موجود ما في علاقه